طبعا مستمرين ايضا بتغطيتنا على قناه خالد بزيدان. استضيف ايضا اللاعب النجم ابراهيم الملقب والشهير بفستق ابراهيم. مساء عليك على قناه خالد بزيدان. مرحبا خالد بزيدان، عاد ما يحتاج، مبروك لفريق السلام، مبروك لفريق نصر بني مالك، وهارد لك لفريق السلام، مبروك لصديق المعلم، وهارد لك للحارس الكبير ابي يوسف. هيمو انت اليوم جاي تشجع مين صراحه؟ والله جاي اشجع نصر بني مالك. والله كيف شفت المباراه؟ والله مباراه حلوه بالنجم صديق المعلم، ومباراه قيمه فريقين كبار، نصر بني مالك وفريق السلام. تمدح صديق وصديق فيه هنا بيعشيك ولا ما في عشاء؟ لا في عشاء، كيف ما في عشاء؟ اكيد عشاء ما في مدح. يعطيك العافيه. الله يعافيك.